السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وأفكار حديثة. الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة اللي هو القضاء على حشرات الحمام. حشرات الحمام اللي هي ايه؟ زي اهمها بالنسبة لنا اللي هي ذبابة الحمام. يبقى زي ما قلنا ذبابة الحمام اللي هي دايما تلاقيها في ريش الحمام، للناس اللي ما بتعملش وقاية للموضوع ده تلاقيها منتشرة عندهم، زائد الفاش اللي هو جالنا سؤال احد التعليقات المتابعين القناة اللي قال لي اتكلم عن الفاش. طيب يبقى الذباب والفاش والسوس دول يمكن اكتر حاجة، السوس سوسة الحمام اللي بتاكل في ريش الحمام، زائد ان في كمان بعض السوس اللي بيكون في الارض نتيجة ان بتسيب اكل او مش منظف المكان كويس، فبتلاقي دايما السوس منتشر فيه، وده بيبقى باين غير السوسة بتاعت الريش. سوسة الريش بتلاقيها مش باينة في الريش، حضرتك ممكن ما تشوفهاش. حشرات الحمام بتنقل الامراض، يعني انت بتهملها وهي بتنقل الامراض، لو في مرض الحمام ما بيرقش منه تعرف ان في حشرات عندك في الحمام. وذبابة الحمام ديت اكتر حاجة بتضايق الحمام، الذباب اللي في ريش الحمام، وهو سبب رئيسي للبيض الفارغ. يعني تقول حضرتك ان البيض فاضي ليه؟ ان الذكر مخيول مش عارف يطلع على النتاية، كل ما يجي يكسر النتاية اما هي بتهرش من الدبان يا اما الحمام بيهرش، كل الذكر والنتاية بيهرشهم، فبيطلع دايما تلاقي البيض فاضي لانها بتاكل في ريش الحمام وبتاخد الغذاء منه. انه بيهرش عشان ينظف نفسه وهو بيضايق الحمام اللي رائد ايضا على البيض، وقد يمنع تزاوج الحمام زي ما قلنا من كثرة الهرش. وممكن الحمام ايضا الحمام يطرق البيض اللي هو رائد عليه ويقوم ويسيب البيض يفسد بسبب الذباب، وممكن الذباب ده ايضا يموت الزغاليل، يكون سبب موت الزغاليل. والدبان دايما بيتكاثر في فرشة الحمام اللي مش نظيفة، فدايما حضرتك تغير الفرشة اللي الحمام بايض فيها. يبقى دايما حضرتك تغير الفرشة اللي الحمام بيبيض فيها وفيها الزغاليل، علشان دي بتكون البيئة المناسبة لتكاثر الحشرات وخاصة الذباب. يبقى النظافة وتغيير الفرشة اهم شيء في مكافحة الحشرات. وبعد ما تنظف برضو زي ما قلنا ترش الجير، النظافة باستمرار ونظافة الطاجن زي ما قلنا، او المكان اللي بايض فيه الحمام تنظفه، وتحت الاكلات تراعي ان ما يبقاش فيها طعام باقي، دايما اكل الحمام يتاكل ويخلص. والمية اللي بتكون واقعة على الارض، الرطوبة برضو بتسبب حشرات، ورش دايما جير زي ما انا رشش كده الارض كده بعد ما تنظف. الحشرة التانية اللي هي غير الذبابة اللي هي سوسة الريش اللي قلنا ان هي مش بتبان وبتكون تشوفها حضرتك كأنها نقط سوداء لا ترى بالعين، والفاش وهو خطير جدا ايضا يضايق الحمام ويقلل الانتاج، وايضا يمنع تزاوج الحمام وسبب مشكلة البيض الفارغ، حتى وانه برضو ان الحمام ممكن ما يبيضش كمان، وانه ممكن يموت برضو الزغاليل. يبقى تنظف وترش الجير نفس الحكاية اذا عندك اي نوع من الحشرات دي. وهنوريكم ازاي بقى، احنا قلنا الوقاية كلها، لكن هنقول العلاج دلوقتي حالا. احنا هنستخدم
دوايين للعلاج النهارده، اللي هو احنا كنا قبل كده عملنا موضوع استحمام الحمام، لكن هنعمل النهارده دواء تاني. يبقى اهو قبل كده عملت لكم استحمام الحمام بالدواء ده، كان الحمام كان فيه ذباب، الحمد لله ما كانش عندنا فاش ولا حاجة، لكن هو كان فيه ذباب. احنا حطينا الدواء ده للاستحمام لأول مرة. هتيجي حضرتك حط نص الإزازة دي حوالي مثلا في 10 لتر مية في إناء واسع زي ما أنا هوري لحضرتك كده، وإيه الحمام يستحمى فيها، وتسيب تترك المية لمدة يومين. طيب ما فيش ده، احنا عملنا ده قبل كده لكن هو مش موجود، عملنا ده لكن هو مش موجود. النهاردة البديل بتاعه او ده الموجود اللي تلاقيه اكسوميسرين. على فكرة اسيب لكم الرابط بتاع الفيديو التاني ده، الفيديو ده في صندوق الوصف تحت اللي هو استحمام الحمام. طيب اكسوميسرين ده نحطه في المية برضو نص الازازة، او دي يعني نص الازازة برضو في حوالي 10 لتر 15 لتر على حسب الاناء اللي عندك الحمام يستحمى فيها. انا هنفتح الازازة اهي الازازة، ونروح عند المية بتاعتنا. ما تخافش هو امن يعني، لكن هنروح الازازة اول زي ما بنعمل دايما اهو. هو مش مبيد، هو بيسمى لسيون. لسيون ده بيستخدم للشعر بشري، يعني معنى كده ان هو امن، ما هوش مبيد حشري. عشان كده احنا بنقول لو الحمام شرب منه يعني ايه ما بيضروش. اهو هنروح عند الاناء اللي انا حاطط فيه الميه الحمام نفسه يستحمى فيه. اهو هنحط، شوف العبوة لفين، العبوة مش مليانة كلها، فانا هحط نصها تقريبا. اهو نحط كمان شوية ونسيبها يومين الحمام يستحمى فيها علشان نضمن ان الحمام كله استحمى. وان شاء الله دي هتقضي لك على جميع الحشرات اللي في الحمام، اللي في جسم الحمام. لكن بعد كده برضو هنرش المكان، وهقول لحضرتك نرشه بايه وازاي. كده حطينا نص الازازة، هي طبعا عملت المية باللون الابيض ده، تمام. هنسيب الحمام يستحمى فيها، واقول لحضرتك تعمل ايه بعد كده. طيب احنا قبل ما ننسى، تمن الدواء ده 15 جنيه وربع. اكسوميسرين تمنها في الصيدلية بشري 15 جنيه وربع. لو حضرتك اول مرة بس تعمل كده هتحط نصها، لكن لو انت متعود دايما بتحمل حمام بتحط له في المية حجم دواء زي ده لسيون من ده، يبقى هتحط غطا واحد بس من الازازة دي. لو هتحمي مثلا كل اسبوع كل شهر حط مع الاستحمام غطا، مفيش منه مشكلة، تمام. طيب خلصنا موضوع الاستحمام، يبقى هترش المكان بتاعك بالدواء ده، تمام. يبقى هتجيب ازازة زي دي من عند اللي بيبيع الكتاكيت او الفراخ الصغيرة او الادوية البيطرية، تمام. انا مش هقول، مش هحدد اسم لان هو الاسامي كتير، بس حضرتك تقول له دواء امن للرش، وتكون ما تجيبش من حاجة من على الرصيف لان ما تبقاش مضمونة. لازم تجيب من صيدلية بيطرية او محل طبيب بيطري اللي ادولك علشان ترش المكان. تأكد عليه ان انت هترش على الحمام عشان يكون امن. انا كنت بجيب نوع اللي كنت ماسك فيه جدا اسمه دلتا فيت، لكن كانت عبوة كبيرة، لكن ما كنتش لاقي العبوة ديت، فانا جبت الازازة دي ب5 جنيه.
هشوف حضرتك مين اللي ممكن يديها لك. طيب استخدامها ازاي؟ هنقول عندي بخاخة اللي هي او رشاشة زي ما تقولهم، نفتحها الاول، نحاول نشيل الغطاء. طيب انا عندي الازازة ايه، فتحناها، هي عليها غطاء تاني، عليها الغطاء الكاوتشة ديت، هنشيل الكاوتشة دي اهي كده، وناخد 2 سنتي على اللتر. انا عندي العبوة بتاعي اللي فيها الاتنين لتر اسف، زي ما حضراتكم شايفين الاتنين لتر اهم، باين لحضرتك شوية كده ظهرت. تمام، يبقى دي البخاخة بتاعتنا فيها 2 لتر، يبقى ال2 لتر هضيف عليهم ايه، 4 سنتي. طبعا السرنجة دي احنا مش هنستخدمها في حاجة تاني، السرنجة دي دام استخدمناها كده هي السرنجة 3 سنتي، لو مليتها على الاخر بيبقوا 4 سنتي. تمام، ادي ال4 سنتي بتوعنا، هنضيفهم على، نخلي بالنا من الازازة دي، نحطها في مكان بعيد عن الحمام وبعيد عن ايدين اي حد. تمام، هنضيف اهو ال4 سنتي على العبوة بتاعتنا اللي فيها ال2 لتر. تمام، ادي السرنجة، نخلي بالنا برضو منها عشان ما نديش بيها اي دواء تاني. طيب ادي البخاخة، بقى البخاخة نركب عليها البخاخة دي ونوري لحضرتك ازاي. بالطريقة دي هنعمل كده، نديها نعبيها بالهواء، وطبعا لما بتحط عليه الدواء بتحط على المية، السم ده بيخلي المية بيضة خالص، كأن حطينا عليها لبن، زيه زي اللي اتحط في مية الاستحمام بتاع الحمام، لكن هو غيره، ده سم، ده سام قاتل يعني، فتخليه بعيد، لكن هو بيقال ان هو امن، هو قاتل للحمام غير السيون اللي احنا حطيناه في مية الاستحمام. لكن اتأكد من الصيدلي برضو اللي هيبيع لك، او الصيدلية البيطرية. ممكن حضرتك ترش البخاخة اللي هي بيستخدموها في المكوة، او اللي هي اللي بتبقى عند الحلاقين الصغيرة دي، لو ما عندكش حضرتك بخاخة زي دي. تمام، ورش المكان كله علشان تقضي على الفاش. زي ما قلت لك هو المبيد ده ب5 جنيه بس، اللي سألني على مقاومة اللي قال لي اتكلم على الفاش. تمام، يبقى هنعمل كده قدامكم، هنرش المكان اهو كده، نرش كل المكان، تخليش اي مكان، مع مراعاة ان انت، ازاي حضرتك اهو، ده عشان لو في فاش او في حشرات، ذباب، سوس، اي حاجة، يبقى انت عملت اللي عليك. بالطريقة دي نرش كل المكان اهو، ما تخليش اي حاجة، هو اللي معايا ده امن، لو جبت حضرتك الامن ده حتى لو رشيت على الحمام ما تخافش اهو. انا هوريك ازاي انا برش على الزغاليل اهو، اهو هرش عليهم اهو المكان، انا مش خايف لان انا عارف مجربه قبل كده، لكن حضرتك اسأل اللي هتشتري منه. اهو رش المكان كويس كده، جميع الحيطان، جميع العشاش، انا مش خايف من الدواء لان زي ما قلت لحضرتك انا مجرب الدواء ده اهو، برش كل مكان، يعني انا بعمل الموضوع ده مثلا كل 3 شهور، لكن استحمام الحمام اذا قدرت تحميه
مرة كل شهر زي ما قلنا كده يكون افضل. هرش الكمية اللي عندي كلها 2 لتر اخلصهم. حضرتك على حسب الكمية اللي انت محتاجها، يعني مش لازم تعمل 2 لتر، لو حسب المكان تحتاج لتر اعمل لتر، محتاج 2 اعمل 2، محتاج 4 زي ما. المهم 2 سنتي على اللتر اللي هتضيفهم على الدواء، تحطهم على المية، 2 سنتي من الدواء ده على المية اهو. رش كل المكان، كل مكان. أكد على حضرتك تاني، لازم تتأكد من اللي انت هتشتري منه ان هو آمن، الدواء اللي هتشتري منه يكون آمن، عشان ما يرجعش حد يقول لي انا جبت من على الرصيف وطلع عمل حاجة في الحمام. انا برش قدامك اهو، وحطيت الدواء قدامك لاحسن حد اهو، يعني انا بعمل على نفسي، انا بقول تجربتي يا جماعة، مش بقول لحد تعمل وانا ما بعملش اهو. حشرات الحمام لو عملت الوقاية منها هتجد الحمام عندك سليم وبينتج، هتلاحظ فرق كبير. الناس اللي بتشتكي من قلة الانتاج والبيض الفاضي والحمام ما بيبيضش، يلاقي الزغليل بتموت، ده ان شاء الله هيكون وقاية للحمام من الامراض وزيادة للانتاج. لكن حضرتك تاخد بالك ما ترشش في الاكل والمية، شيل الاكل وشيل المية، هو امن لكن برضو احتياطي، اعمل انت كده. احنا تقريبا خلصت 2 لتر خلاص، انا ما كنتش محتاج، انا رشيت المكان الحمد لله، لان انا بعمل كده دايما. طيب كده يكون انتهينا من موضوع النهاردة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.